السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم عمر اكس زيرو، واليوم هنلعب لعبة سكاي بلوك، وطبعا مش انا اللي عامله. المرة اللي فاتت انا عملت مرة ومتنا في اللافا، ما ترسبناش في نفس المكان يعني في الصح. اليوم حتى مكتوب ايزي. انتوا عارفين شباب ما بلعبش بايزي. طيب انا بلعب بسيرفايفل بس، ويلا خلينا نبدا. ايه البنايه دي؟ اها، اغلبيه السكاي ووردز سكاي وورد سكاي 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 بلوكس ممكن يكون في عليها دي تي ام، ما يكونش في. حملت الاصل اللي عنده ديت يبقى اصلي. الاول من هنا نشفت عشان ما نقعش. ايش يعني؟ يلا خلينا نكسر. المشكلة ان هنا ما نقدرش نشفت علشان بلوكات تلاتة. المهم خلينا نشوف شست في عليه. وات ايه ده؟ قضية الايس، عارفين قالت الحاجات زرع. فهمت. ميلون شيت. اوكي. طيب اول حاجة لازم نبدأ بعملها تجيب دوت. خلينا نحلله الاول. 20 تكفيش يا اخي. كرافتنج تيبل، ستيكات. طيب جبنا الستيكات، خلينا نحط بقى ال كرافتنج تيبل. نحط السيف عشان هو ايزي. يلا شفل. كمان قالت حراثة يواثة بس ما عندنا. اوكي عندنا استكاية واحدة، بليز استك تاني. اصلي مش عارف الافكار ديت ممكن تجيب لك استك. اهو قلتلكو. يا خلينا نعمل آلة الحراسة. شوف تعودت كده هوت. كل حاجة واخدينها. نعمل ايه بقى؟ واحدة هنا. نو واي يا رب. ماي جاد. خلينا نزرع يا ربي. طيب اللي مش عارف، اول حاجة لازم نعملها اذكر خلينا نجيب الشغل. شغل 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 نطلع فوق. ديت كده اصلا ما لعبتش بقالي كتير. ديت ايس. يب انا دوت كده. يس معلومتي صحيحة. اذا دوت البوكتات مش عاوزينهم، فهنين نحتفظ بيهم. تقريبا نعمل بيهم حاجة. ديرت مش عاوزينه. زيرت هون نعمل طريقة عشوائية. تن لا دي بستة. مش مهم كده مش محتاجين الخشب ده.
عملت بيكاكس يب. فخلينا نعمل المهمة. المهمة دي ميلون سيت ده بتاعت بونكن، نعمل بالاي بونكن مش عارف. اوكي يلا خلينا نعمل زي كده دي كده. بسم الله بونكن سيت ده كده. هو شوف سمعت صوت كأنه خشب شب. واحدة تانية، نخلة تانية، يا أخنا. شوفوا دلوقتي بقت الماية تتفاعل بالزرع عشان يكبر. شباب خلينا نعمل كله، خلينا نشوف البونكين. الشباب مش هو قبلنا دي البوميل صح؟ يا رب تزبط، يا رب تزبط، يا رب ما زبطتش ابدا. نكسر دي. عشان مش دوت صندوق ونزيد كده، زيد كده هوت ترى. اوكي المنون دوت لما نجوع يعني، خلينا نحطه هنا لما نجوع هبقى. شباب للتعصب بسم الله بسم الله يا رب. ماشي يب. قصب سكر، قصب شوجر. طيب خلينا نحط كده هو. خلينا ناخد ميلون، مش عاوزينها ميلون. لو كتب لنا ميلون، ميلون ليه ميلون يعني مش عارف. نحط زيت هنا. نعمل ايه تاني شباب؟ هكلمكم وانا بقى واحنا بنعمل الشفقة الاول. طبعا اسسكاب روك ديت انا حبيت يعني نحملها معكم يعني جزء انا ما نوصلش ليها. طبعا انا شباب اللي ما يعرفش، لو انت رحت هنا بالمطر مش هتتحرك. لا لا طلعت خاطئ، شفتوا ازاي انا بخاطر؟ شوفوا بقى اسمعوا، انا بخاطر على نفسي علشانكم انتوا. فانتوا لو انتوا كنتوا بتشجعوني يعني حطوا 500,000 لايك. يلا كسر كسر، ما جوعناش لحد الان لان انا لسه مشفت. بدنا نجوع شباب، اصل في حاجة وحشة. اللي ما يعرفش فأحيان في سكاي بلوك ما يبقاش في الشيب والحاجات تيجي هنا، فهمتوا؟ يعني قبلنا زرت كده معناه انه مفيش شيب هيجي لي. يلا خده كله. واقول لكم ديت فادت ايه ان شاء الله. ممكن يجي لنا اي حاجه، ممكن يجي لنا مثلا حيوان. احنا عاوزين نجيب حيوانات صح؟ اقول لكم نعمل ايه. نحط هنا وديت لما تتحول الى جراس الدنيا تمطر، بكره الدنيا تمطر. وديت تتحول الى جراس
ممكن يجيلنا، ممكن أغلبية لو كان علمي صحيح ممكن يجيلنا حيوان كده اهو في أي بلوكة تانية. لأ ممكن يتبقى تراسبن يعني حيوان. اوكي نعمل ايه كمان شباب؟ احنا يعني كده خدنا 13، نعمل بهم ادوات. مش هنعمل حاجة لاني ما عنديش ستيكات. شوفوا والله لو كان بسكاي فاكتوري كانت هيبقى احسن. لكم ايه؟ لا لا لكم لا، ما ينفعش. كده كده اصلا لو احنا لحقنا، من اللافا الدنيا ما كانتش بتمطر هنتحرق صح؟ كده كده هننزل في دي. خد نفسك ويلا كمل. انت لا طارت خلينا ناكل كده ملونية لما نجوع يعني، او يعني خلينا لما يجي لحم، 2.5 حرام الله. لو جت لحمتين نو جت، لو جت لحمتين شباب شباب خلينا نعمل فرن، فرن واحد. وهقول لكم نعمل ايه تاني. فاضل لنا بلوك. اها ليلى واي واي ذيس ديت كده هو 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 ديت كده هو. نشيل البلوكة الزايدة دي. شوفوا بقى، شفتوا الذكاء؟ كوبل ستون سلاب. خلينا نحط، احنا خدنا ملونية، خلينا نحط بدل الملكة الزايدة دي. الشجرة طلعت الحمد لله. يس يب 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 يب. خلينا نكسرها. الحمد لله ما وقعتش. خلينا بقى يجي الكريبر من هنا، من ورا بوتا فوفو فقر على طول. طيب خلينا نعمل، خلينا نحرر الخشب الأول. خلينا نعمل كده بس ما تبقاش طماع وتعمل 100,000 100,000 استكالة. بعدين خلينا نكسر الشباب السلابات دولت. خلينا نعمل كده هو، لان السلابات اول ما يترسبنش فيها الزومبي او الوحوش عشان هي حاجه تفيد يعني، لان البلوك الواحده لان البلوكات لا بتتعب فيها، فاحسن كده تطلع لك 3 ولا 6 مش عارف والله. المهم تطلع لك من السلابات ديت بدل من البلوكات، وتقعد تجيب والبيكاكس بتاعك يكسر ويتعمل بداله وتستنى الشجرة والحاجات ديت.
اعمل ريست بقى تحصل لك، بس هيهدأك شوية لأن أنا صعب. فنسيت أحط البداية بينك. حاجة تانية كمان؟ مفيش حاجة. طيب مفيش حاجة نعملها تاني، خلينا الأول نعمل دولة. يا الله يا رب يا رب بس الميلون يكفينا، يا رب الميلون يعني يكون كده حلو. فهمت يعني الميلون كان. خلينا ناخد النخلية دي، مع اننا عندنا نخلة كثير الحمد لله. مفيش حاجة وقعت. يلا بينا، خلينا نعمل ايه كمان؟ خلينا نحط ديت الأول، نخليها ديت الأول ونحط ديت كمان هنا. أنصحكم شباب، ما فيش حد يجري، خليه يمشي على كيفه. شفت يعني شفت، عشان كده ممكن انت تقع، ولو انت كنت عامل مش هتترسبن في مكانك. اللي مش عارف يعني ازاي ترسبن، خلاص عرفت ازاي تترسبن في المكان اللي انت عاوزه، انك تجيب سرير وتستنى لغاية ما الدنيا تليل وتنام فيها يجيلك ريسباون. فهمتوا؟ اللي مش عارف كده يقدر يتفرج على اللي ما بيتفرجش على اليوتيوبرز. انا بقول لا، انا بتفرج اللي ما بيتفرجش على اليوتيوبرز ما بيتفرجش عليا. خلينا دلوقتي بقى نكسر كل حاجة كده. يلا بسرعة الدنيا بقى. صباح الخير يا تصبح. البيك اكس هيتكسر، ما تبقاش طماع وتعمل بيك اكس تاني، استنى لغاية ما دوت يتكسر. ما تبقاش طماع وتعمل بيك اكس، اصلا كده كده هيتكسر. ناكل الميرونية بس لسه لحد من امتى هيطلع شباب؟ استنى لما الادوات دي تتكسر. ارى انا حاطط هنا الوود. لا ستيك وود تورو تورو رو رو رو. يا الله لا، ده شكلي شكلي هنا. انا بعمل اشكال اعمل شكل يعني. صلي نفسك، خلينا ناكل ميلونه. بسم الله. هي ما تاكلش عشان انا هاكل معاك. بسم الله. بس حرام والله، حرام حرام. بس يجيب لنا لحمه واحده ليه؟ لا اله الا الله، يا لحمة يا لحمة. خلينا نكسر، مو علينا، على الأقل لحمة واحدة كفتنا. يلا بسرعة. لا ده وقعت. البيكاكس هيتكسر خلاص. ادي شعرها كده قرب يكسر بجد. هنكون صريحين 10 مرات ويتكسر. يلا ادي اول مرة.
ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، سادس. خلاص انا قلت 10. ها 10 عشان اقولها لنفسك حبيبي. خلينا الستيك، خلينا نعمل كده اول سيف، مش محتاجين سيف، الزومبي نقتله بالوودنج سيف، ما نبقاش طماعين. عشان نعمل ايه؟ نعمل دوت بيك اكس وبس، ما نبقاش طماعين. كل الودنج ما عملناش فيهم حاجة، وداد لانج لا لسه مكسر فيهم حبة صغيرين، بس هما شبه جداد لانج. شباب ايش رايكم نروح هناك؟ بس انت محتاج 100,000 بلوك، ده ستاكين ونص كمان. ازاي نعمل؟ لا مش كده، خلينا نعمل برضو ستاك من البلوك، خلينا نوصل دوت ستاك ستاك. لا خلينا نوصل ستاك تو. شوف ثانية، خلينا نحط ستاك ستاك كبر ستون. لا عايزين نعملها الستاك. انا مطفيش الفيديو عقبال ما انا اروح عند ديت. شباب ما بهزر، مع اني هيجيلنا وحوش بس مش عارف، اعتقد انه هيكون في صندوق فيها حسب علمي. يا الله استاك بلوكتين خدنا. لا اتحرقت التاني. واحدة وقعت. اوكي تسعة، فضل لنا 14 تقريبا. ايوه يب 14. صوب ثانية طلعت. بتقول ان ستاك ولسه ما اتكسرش البيك اكس. حلو نحمد ربنا لكده. 60 يلا 60 60. ايوه 61. سلاينون سلايسة 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 4 4. ياس فين المكان الاول؟ هنا هو. شوفوا بعيد، مش مهم. اوكي البلوكة زايدة ليه مش عارف. يا هيوصل لنا ستاك ونص، ستاكين ستاكين. واو واو يلا شفت، يلا كوبر ستون سلاب. حط يا ابو الاحتراف، لا ابو الاساطير، قررت اسمي نفسي ابو الاساطير. المفروض انا مش عارف اللي بيتفرج على ايزي تيوب ابو الاسائيس او حرف الايزي، فهمتوا؟ وابو مصطفى صوف. سمي نفسي ابو العمالق، لا ابو العين. لو كان اسمي هيثم كنت اسمي نفسي ابو الهول. انت اسد ابو ايش؟ لا يا عمر ابو العين، ابو العين. انا مسمي نفسي ابو العين زي مصطفى ابو الصوف. او عمر اوله عين، اوله عين، عين ابو العين.
ومصطفى صوف لان اولها صاد واسمه يبتدي بحرف الصاد. وايزي ابو الاسائيس بالسين والسين اسمه. فهمتوا شباب؟ امتى هنروح يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي؟ لا ده فاضل 100,000 بلوك يا شباب. ايه كل ده؟ واو واو، ده ازاي وصل لهنا؟ ده اكيد لو عمل سيرفايفر كان هيجيب الشباب. اقول لكم على حاجه، دي نكته. شايفين الارض ديت مفيش عليها بيدروك صح؟ هو اخد كل الديرت، كل الديرت اللي موجود، كل الديرت اللي موجود وساب البيدروك على البتاعة وجري قعد الديرت كله لس وخلص الديرت. قعد بقى خد من هنا. ايه رأيكم في النقطة؟ ما دم خفيف، ما ضحكتكوش اكيد. نكتة هايفة، انا هايفة. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، امتى هنوصل؟ يا الله الدنيا هتليل. اي زومبي يجي لي هنا بوم برا بوم بوم ويوقعني بقى، هدعيله عليك النعلة، نعلة لعنة عليك اللعنة يا زومبي، عليك اللعنة ما تدنش. ده ما كومش ده بيحضرت حاجات تانية خالص. شو وديني هنا ليه؟ وصلنا لغاية الحلقة، ما تنسوش تحضر. على فكرة اقول لكم على حاجة، كل دوت بسبب كلمة اللعنة، عشان اللعنة ديت ربنا بيكره الكلمة دي. دوت حاجة مش مهمة، شوفوا المهمة بس ان السماء شكلها حلو. ما فيش الشاب، قولولي ازاي بعمل الشاب. بن فيدر عمر اكس زيرو، سمعت صوت مش عارف شباب يوتيوب اندر. انا بشتغل في اليوتيوب يا بس. شفتوا يا شباب؟ شفتوا الروعة الغبية؟ سكاي خلينا نروح هنا. بقى تليبورت. شوفوا دلوقتي مفيش حد بيلعب لان انا قاعد لوحدي، ما انتوا عارفين مفيش حد بيلعب معايا، انا وحيد. شوفوا دلوقتي سكاي وورد جو نو ايرور، نو از نو احد يجلس، يعني مفيش حد بيلعب في اللعبة. فهمتوا شباب؟ شباب لسه ما وصلناش نهاية الفيديو، خلينا نعمل الباركور دوت. لا لا باركور، باركور يعني نجيب لنا باركور نسلي بيه نفسنا انا وانتو. والله العظيم كنت شو
شباب شباب، ازاي هعمل باركود؟ انا ما فيش تشيك بوينت، اللي مش عارف ما فيش تشيك بوينت، لان اللعبة مش لعبة باركور، اللعبة نوت لعبة باركور. بدت شوف شجرة. يلا خلينا نعمل ديت الباركور. وات في كلمة موجودة؟ ما تفجرش علينا باليز. تينو دا دا داي نوتش داي. كتاب مش عارف شباب ايه هو. يا شباب خلينا نقرأ بس على ده كتاب بالانجلش. ايش رجل الانجلش؟ اهو الكتاب اهو انجلش. طيب وصلنا لهذه الحالة، ما تنسوش تحطوا اللايك والسبسكرايب. خلينا نوصل بالموتة ديت 100,000 لايك عشان في 100 بلوك. يلا سلام.